الشعبي خلفهم قتلهم أدمهم ولاد الشعبي خلفهم نحن يا كاملين نحن يا كاملين مسرحية وصفي ما كاين لا عداله لا والو غتاو ما غيجيو نهار غيتحاكموا عليهم غتاو ما غيجيو نهار يتحاكموا في العداله غيتحاكموا امام الله سبحانه وتعالى حكموا بعشر سنين عامين وحنا طالعين هابطين حكموا بعشر سنين حكموا عليا وحكموا على ولادو ماشي غير عليهم صافي وعلى العائله كامله حسبي الله ونعم الوكيل احكام جائره احكام كانت جاهزه احكام مزيفه لا اعترف بها هذوك الشرفاء هذوك الشرفاء هذوك اللي كنعرفوا كيخموا بالعقل الله يعطيهم يعطيهم الوسام على الوسام قاسي قاسي بزاف حنا كنا كننتظروا يديروا شي حكم عادل يكون شي حكم خفيف ويكون شي حكم بالعداله ماشي هذا الحكم هذا خرجوا جوج دقائق بقينا كنستناو 8 سوايع حيت خرجوا قال لك صافي اللي عنده شي حكم راه هو هذا صافي دازوا في الباب علاش هذا الشيء هذا اللي هادشي اللي كيصلح البلاد هادشي اللي كيخلي البلاد تمشي للقدام هادشي كيرد البلاد اللور هادشي اللي يحل الازمه هادشي ما كيحلش الازمه راه كيزيد الازمه راه كيزيدوا الازمه على الازمه واش صحاب اليوم راه الشعب كياكل التبن الشعب كياكل كياكل الخبز بحالهم بحالهم راه كلشي واعي كلشي عارف كلشي قاري دابا ما كاين حتى حاجه مخبيه كلشي باينه تنفيذ هذه الاحكام هذه وتاكيدها في المحكمه الاستئناف كيعطينا رساله واحده هي ان الظلم كيمشي على رجليه في هذه البلاد وهي المساله الثانيه ان منطقه الريف بهذه الاحكام تعيدونها الى ما قبل الانصاف والمصالحه هذا ان تحدثنا عن شيء اسمه الانصاف والمصالحه قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي